ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحوت ليوم السبت 11 يونيو حزيران 2022. في العلاقة النهاردة هتحتاج انك تحاول مرتين كالمعتاد علشان توصل من خلالها لاطفاء اثارة كبيرة جدا في حياتك وروتينك النهاردة العاطفي. بيوافقك شريكك على انك لازم تأجل شوية رفاهيتك النهاردة، من الضروري انك تلاقي عادات جديدة ليك انت وشريكك عشان تبقوا مع بعض اقوى وتوطدوا العلاقة ما بينكم وتوصلوها للاصول المناسبة. بالنسبة للعزاب النهاردة هتشعر انك في قمة اللعبة تماما في اليوم ده، بتمضي وقت متقدم فيه اكتر، هتمنحك الاهتزازات الجميلة دي يوم مناسب لحياتك العاطفية، في فرصة علشان تزدهر من خلالها في ظل افضل الظروف. ممكن تولد الرومانسية النهاردة من العدم، هتبقى بتشعر برضا كبير في الفترة دي. بالنسبة لك صحيا، حتى لو ما وجدت الشغف ليك او هواية جديدة علشان تنفصل انفصال تام عن التزاماتك اليومية بين الوقت والتاني. بالنسبة لك صحيا، بالنسبة لك مهنيا النهاردة يا حوت، انت مش هتعرف تتحاشى اي نوع من انواع المساعدة للاشخاص اللي حواليك اللي بيكونوا بيثقوا بيك بشكل كبير. انت عارف ازاي تستغل موهبتك، هيكون عندك هدف واضح هيكون في اعتبارك النهاردة. انت بتهدف دايما علشان تحقق اعلى الحاجات اللي ممكن توصل ليها. ممكن يعرض عليك حد قريب منك عقد عمل جديد في مهارات مطلوبة جدا بشدة منك انك تستمر فيها علشان تستثمر فيها نفسك بشكل افضل من